رسالتها تحتوي أكثر من قضية، عرضنا بعض قضاياها في حلقة الملف، وفي هذه الحلقة تقول في إحدى قضاياها: أنا أريد حفظ القرآن وكم أتمنى ذلك، ولكن كلما حفظت سورة نسيتها، ويعلم الله أنني أرددها وأكررها لكن قلبي مسافر وأنساها. وكذلك في الدراسة فإنني أنسى كل شيء بعد حفظه بحوالي ساعتين. أرجو من فضيلتكم أن تدلوني على ما أفعل حتى يبتعد عني هذا النسيان وأتمكن من حفظ القرآن الكريم، جزاكم الله خيرا. حفظ القرآن الكريم فضيلة عظيمة وعمل جليل، والذي ينبغي لك حول هذا الموضوع أن لا تيأسي من حفظ القرآن الكريم أو حفظ شيء منه، أنه ليس بلازم أن تحفظي كل القرآن، بل عليك أن تحفظي ما تيسر منه، وإذا أمكن حفظه كله فهو أفضل بلا شك، ولكن عليك بالعزيمة والصبر ودراسة القرآن وتكرار القرآن حتى يثبت في الذاكرة، لا سيما في الأوقات التي تنقطع فيها الشواغل كما في آخر الليل بعد صلاة الفجر، وفي أوقات الراحة لك حاولي وكرري تلاوة القرآن حتى يثبت في ذاكرتك إن شاء الله، وإذا لم تستطيع حفظه كله احفظي ما تيسر منه. وتلاوة القرآن فيها فضل عظيم، ولا يقتصر ذلك على تلاوته من الحفظ، بل تلاوته من المصحف أيضا، فما لم تحفظيه اقرأيه بالمصحف، ولك في ذلك الأجر إن شاء الله.